ये सिलसिला الخالة مولي ساعدت أمك كتير بوقتها، هي خلت كونال يوقع بحبها وخلته يتزوجها، ولهذا السبب لازم تبعدي عن خالته مولي، ولازم تبعدي عن ميستي كمان. أخي، شفت هاي البنت شي؟ ما شفتها. إذا سمحت، هاي البنت شفتها شي؟ هاي بتكون بنتي. ما شفتها. ماري! أنا واقع بمشكلة، مشكلة كتير كبيرة. إذا بكرة ما رجعت المصاري للزلمة أكيد رح يقتلني. هلأ من وين بدي جيب هذا المبلغ؟ والله ماني عارفان. لو كان المبلغ صغير كنا أمناه فوراً، بس 25,000 كيف بدنا نأمنهم بليلة واحدة؟ أصلاً هذا الشيء اللي مجنني لك، حتى ما فينا نبيع السيارة. آخ يا رب، شو رح يصير فيي بكرة؟ شو رح يصير؟ أنت شفت الحراس تبعه؟ كل واحد أضخم من الثاني. إذا بعت هالحراس ورانا رح يجيبوا أجلنا. لك قلي أنت ليش تدينت من واحد مثل هاد؟ لحظة بس. ألو؟ أيوة؟ ماشي، بكرة الصبح. ماشي إيشان، اسمع، الكاهن مو جاي اليوم، رح يجي بكرة. معناها رح نروح هلأ. إيه طيب ماشي، رح وصلكن على الباب، تفضلوا. خالتي أنا كمان جاي. إيه طيب يلا أمشوا. تفضلوا. مولي، أخيراً بكرة رح نصير أحلى عروسين بالعالم. شوفي إيشان، أنا من لما عرفتك وأنت بتوفي بكل الوعود اللي كنت توعدني إياها. بالحقيقة أنت كتير منيح، واليوم أنا بدي أوعدك بشغلة بعقلي وبعاطفتي. أنا تركت ماضيي وراي، واليوم بدي أوعدك أني ما أسمح لماضيي يزعجنا أبداً. مو مهم أبداً إيمت بيكون عرسنا، من اليوم حياتي صارت إلك
حياة ميستي وحياتي. من اليوم حنبدأ حياة جديدة، بداية كلها سعادة. هالبداية رح تكون نهاية لكل التعب والحزن. رح نضل سوا طول العمر. حدا بيعرف لوين راحت هالبنت؟ كل هالشي بسببك يا برميلة، انتي وحدة مهملة وما بتتحملي مسؤولية بالمرة، كله بسببك. قلتلك لا تشيلي عينك عنا وتنتبهي علي منيح. مع مين التهيتي؟ ها؟ كنتي عم تحكي على الموبايل؟ دخيلك يا ربي تحمي هالبنت، يا رب تحميها وترجعها. ما حدا بيعرف وين ممكن تكون هالبنت المسكينة بهالليل وشو حالتها. يلا خلينا نمشي، أكيد ما رح تنزل المصاري من السما. خلينا نروح، نحن ما معنا وقت غير هاليوم بس، لازم نجمع 25,000 وإلا رح نموت. يلا. معك حق. لك مين انتي؟ شو عم تساوي هون؟ عمّا أنا كنت خايفة كتير من هداك الكلب، لهيك تخبيت بسيارتك. أنا اسمي باري وأنا ضيعت طريق البيت، ممكن توصلني لعند رفيقي؟ رفيقك؟ يعني بابا، بترزاك عم أخذني لعند رفيقي. ايه حبيبتي لا تخافي، أنا رح أخذك لعند أبوكي. تعا يلا. لك انت جنيت شي؟ نحن بشو ولا بشو؟ لك انت. هاي عمو، البنت ضيعت طريق بيتها، بدنا ندور على البيت ولا بدنا ندور على المصاري؟ الرزقه اجت لعنا برجليها، وانت بدك تسد الدين اللي عليك. صح صح يا غبي. شو رايك تحكي اللي بدك يا من دون الغاز؟ دخيله الحلو أنا. يلا يا حلوة فوتي قعدي هنيك، رح نوصلك لعند البابا. أوكي يا حلوة؟ يلا فوتي. أوكي يا عمة. والله نقشت معنا. صار الصبح وطلع الضو، ولسه لحد هلأ ما بنعرف شي عن هالبنت ولا مبين لها أثر. رح أتصل بكونال. ألو؟ إيه ماما؟ في خبر عنها؟ لا ماما ما في أي خبر، لساتني عم دور. أكيد حخبركن إذا صار معي أي شي. ماشي؟ أنا هلأ عم سوق، بحكي معك بعدين. ماشي. يلا بسرعة خلصني، قديش بدك وقت لسه؟ داخل إياها على السريع. مرحبا أخي، كيفك؟ إيه أهلين، شو قصتكم؟ قلي ليش جايين من الصبح اليوم؟ ها؟ ليك إذا البضاعة مو منيحة هالواجهتين يلي قدامي رح تتخربط، عم تفهموا علي؟ يا أخي أكيد نحن ما رح نضيع وقتك، لا تأكل هم.
اطلع هون، جبنا لك بضاعة غير شكل. لك حاجة تلعو، وين هي الألماسة؟ ورجيني. يلا أخي ورجيني. ألماسة غير شكل، خذ نظرة وشوف بعينك. بين انها بنت غنية وبنت عالم وناس. لك انتو اتنين اليوم بيضتوا وشي، ما رح انسالكم هالشي ابدا، نحن قبرنا الفقر. اسمعوا، هالبنت شكلها غنية كتير، رح نربح فيها منيح، روحوا بسرعة وغيروا لها اوعية، فهمتوا؟ يلا روحوا بسرعة، يلا لك يلا. ماشي. يا سلام، كله تمام وأرقام الزواج كتير متوافقة، عن جد هنن كتير مناسبين لبعض. تعرفي مبين عليهم كأنهم انخلقوا لبعض. واو، أصلاً أنا كنت بعرف إنه بابا وماما رح يكونوا مع بعضهم أحلى ثنائي. معناتها يا حكيم خلينا نحدد موعد الزواج. إيه، والحقيقة كل ما كان أقرب كل ما كان أحسن. بصراحة لو إنه القصة علي كنت عملتها كنتي من هي اللحظة. صار لي زمان ناطرتها وما بقى فيني أنطر. ماما أنا من امبارح اتصلت بكل رفقاتها لبهري بس ما أنا عند حدا فيهم. طلع الصبح ولهلأ البنت ما بينت أبداً. أمي أنا كتير خايفة وقلقانة عليها. ما ضل قدامنا غير مكان واحد ما سألنا فيه. خلينا نسأل مولي، مين بيعرف؟ بلكي راحت لعندها. أمي لو كانت باري عند مولي فعلاً كانت فوراً دقت لنا وخبرتنا. بجوز تكون نسيت أو راح عن بالها، ما بنعرف شو صار. أنت جربي بنتي، ما بصير شيء إذا سألناها. ساند يا أختي، كأنه أمنيتك رح تتحقق. بعد 7 أيام بنفس يوم العيد بيكون يوم كتير مناسب للزواج، شو رأيك بهالحكي؟ ثبت الموعد، عرس ابني رح يكون بهاليوم هاد. يا سلام، معناها خلينا ناكل الحلوان هلأ. مبسوطة هيك؟ خود أخي وطعمي كنتنا الحلوان. شكراً. أنا عن جد كتير فرحانة، أخيراً بابا وماما رح يتزوجوا. يا ريتو ألف مبروك، مولي إيشان كان. لا، ألف مبروك إيشان مولي شيرفاستا. حاسة إنه في شي غلط عم يصير هون. أنا لازم أدبر حالي وأحكي مع رفيقي بسرعة وخبره إنه في شي خطير عم يصير هون. عمو لازم روح على الحمام. خلاص يلا عادي ساكتة، نحن عم نحاول نلاقي أبوكي. بترجاك عمو ماني قدرانة أتحمل. خليها تروح. اسمع لك، هي مجرد طفلة، إذا ما راحت هلأ رح تضل تصع راسنا كل الطريق، عم تفهم؟ خليها تروح. إيه روحي معلش.
بس لا تتأخري، ارجعي بسرعة. ها روحي لهنيك، يلا. استنى شوي، شو تروح لحالة؟ هلا بتهرب؟ لك خلاص، انت الطريق كتير طويل ومقطوع وما فيه حدا. هي مجرد طفلة، لوين بدها تروح؟ فينا نمسكها بدقيقتين، عرفت كيف؟ يلا بنتي روحي، بس لا تبعدي، اتفقنا يا حلوة؟ لأنه في غابة كبيرة هون وفيها حيوانات بتخوف، وفيها ضبع بياكل الأولاد، عم تفهمي؟ لهيك انتي هلأ بتروحي على الحمام وما بتبعدي بترجعي ضغري لعنا، ماشي؟ ايه؟ يلا روحي، ومثل ما اتفقنا. رزان عطيني موبايلك. ليش حبيبتي؟ شو بدك؟ أنا بدي أحكي مع رفيقي. رفيقك؟ قصدي بابا. رزان عطيني الموبايل. ماشي لحظة بس، خدي. بابا رد على موبايلك. ليش ما انك عم ترد؟ ليش لسه ما اجت الصغيره لهلا؟ هي رح اروح شوفها. ايه روح شوفها على السريع، شو ناطر؟ بشو عم تفكري؟ لا تسكري، يمكن يكون في شيء ضروري. ايه ماما، قليلي. مولي بنتي، انتي مشغولي شيء؟ بدي اسألك سؤال عن شغل مهمة، لهيك اتصلت. باري اجت لتشوف ميستي ببيت ايشان شيء؟ لا ماما، ليش تتجي باري لعندي؟ شو في ماما؟ كل شي منيح؟ احكي. شو صاير ماما؟ احكي لي. شو القصة؟ انتي ليش متوترة وليش ما عم تجاوبيني؟ شو صاير؟ الحقيقة باري نزلت تلعب تحت من امبارح ولسه لهلأ ما بينت أبدا، ومن وقتها وكونال نزل يدور عليها ماني عارفاني شو أعمل. فكرنا انه ممكن تكون راحت على بيت ايشان مشان تشوف ميستي. انت متاكده انه مو عندك؟ ايه ماما طبعا متاكده، باري ما انا عندي. لوين راحت هي البنت؟ انا ما خليتها تروح لحالها. خلص اذا عرفت شي عنها رح خبركم فورا. ايه ماشي ماشي بنتي، ماشي ماشي. إيشان أنا كتير قلقانة، ماما عم تقول إنه باري ما رجعت على البيت من مبارح. لسه الحفلة ما بلشت وأنتوا مشغولين ببعض هيك، ها؟ يلا تحركوا. وين ممكن تكون باري؟ ومين معها هلأ؟ شو عم تعملي حبيبتي؟ شو كنتي عم تعملي؟ نحن رح ناخدك لعند أبوكي. ايه؟ بدك شوكولا؟ ايه؟ قدي حقها؟ 25. يلا خلينا نروح. ماما ميستي مو بغرفتها، دورت ما لقيتها، حدا بيعرف وين راحت؟ ايه، وانا اللي زمان كتير ما شفتها،
هلأ كانت عم تلعب هون. أنا بحاجتك، بدي أطلب منك طلب وبتمنى تحققه. نحنا ما منعرف وين باري، باري راحت ويمكن ضايعة. أنا بترجاك من قلبي تخلينا نلاقيها وتكون منيحة. حرام لأنه أبوها هلأ بيكون عم يدور عليها وكتير خايف عليها. أنا بترجاك رجعنا باري بخير. شو عم تعملي هون؟ لازم تكوني هلأ بالمدرسة. أنت كيف جيتي لحالك؟ بلكي صار لك شي على الطريق. لا عاد تعملي هيك شي. هديك المرة لما أنا زعلت وتركت البيت بابا خاف علي كتير. أكيد هلأ أبوها بيكون كمان خايف عليها ومشغول باله مشانها كتير. وينك يا باري؟ أنا بترجاك إنه تساعد أبوها حتى يلاقيها. أنا رح أعطيك هاي الأسوارة مشان تساعد أبوه حتى يرجع يلاقيها. أنا بوعدك ما عاد آكل شوكولا بنوب لحتى ترجع باري لعنا بخير وسلامة. لو سمحت أنا بترجاك تلبي لي هذا الطلب. ساعد أبوه لباري لحتى يلاقيها بسرعة. في مكالمة؟ يا ترى لمين هذا الرقم؟ ألو؟ حضرتكم اتصلتوا فيني؟ لا مو أنا، ممكن تكون هاي البنت الصغيرة قالت إنه بدها تتصل على رقم أبوها، يمكن اسمها باري. إيه مزبوط، هاي بتكون بنتي. أعطيها الموبايل. في واحد إجا معه شاحنة أخذها معه. كيف؟ مين اللي أخدها؟ وشو بيعرفني؟ كانوا اثنين. بس صدقني يا أستاذ شكلهم مو مناح، طلعوها معهم بالسيارة وراحوا. لك أنت ليش ما خبرت الشرطة فوراً؟ شلون بتخليها تروح معهم؟ لك أنت شلون بتعمل هيك؟ شو أنا بضرب بالمندان؟ أنت عم تصرخ وتعيط، أنا شو إلي علاقة فيهم؟ شو مفكر ما في حدا براسي غيركم؟ سألتني وجاوبتك. أنا كل يوم بفوت على محلي أشكال وألوان. ماشي يا أخي أنا بعتذر منك. طيب وين محلك؟ على أستراد تانا بعد حاجز التفتيش. يا رب ما يكونوا بعده. لازم يكون بابا اتصل بعد ما شاف المكالمة. أكيد هو هلأ بيكون عم يدور علي وبيكون مشغول باله علي كتير.
أنا خطرت على بالي فكرة حلوة، أنا لازم ساعد بابا حتى يعرف إنه أنا هون. يا ربي ليش كونال ما اتصل وطمني؟ أنا كتير خايفة ومشغول بالي عليها. امشي معي، لازم ندعي لها لترجع، بلكي القدر بيستجيب لدعواتنا. هاي الخفافة لباري، معناتها هي بهي السيارة. في واحد اجا معه شاحنة اخده معه، بس صدقني يا استاذ شكله مو مناح، طلعوه معهم بالسيارة وراح. هاي وقف السيارة، وقف السيارة، بنتي معك بهي السيارة، وقف باري باري. معلم لك طلع في حدا عم يلحقنا. العمى هاي البنت معلقة كندرتها بالسيارة لهيك هاد عم يلحقنا. وقف عمل لك وقف، سوق بسرعة يلا. اصحك خليل حقنا، سوق بسرعه يلا يلا. عامل لك وقف السياره.
يا روحي انت منيحة ولا لا؟ عملوا لك شي؟ انا كنت متأكدة ان بابا البطل رح يلاقيني. هربي باري! عمل لك هربي! لك خراس! بسرعة! يلا! خراس! اركدي! يا جماعة سمعنا صوت رصاص شو عم يصير بسرعة يلا يا طار من كل قلبي انه يضلوا اولادي بخير، وبتمنى انه يرجعوا لي بخير وسلامه. اذا صار لهم شيء اكيد انا رح يصير لي شيء ورح موت. المهم حددنا موعد الزواج. انا كثير مبسوطه، مبروك. بكره يا خالتي بترتاحي من كل شغل البيت، مولي اكيد حتريحك كثير.
اسمعوا، انتوا الاثنين لازم تروحوا شي مشوار لحالكم، روحوا وغيروا شوية جو، انتوا الاثنين لازم تحتفلوا. ماما مو مشكلة، منروح بيوم تاني. لا اوهو، طلعي لي بوشه، واضح مثل عين الشمس انه بده من قلبه عن جد. يلا يلا قوم إيشان، حملوا حالكم وروحوا مشوار، قوموا. وهي وزارة الداخلية عطتك الموافقة. اليوم يومكن يا بنتي، انبسطوا قد ما فيكن، يلا بسرعة روحوا وجهزوا حالكم فورا. لا ماما، إيشان معه حق. من هلأ ما عم تردي على حماتك؟ يلا روحوا. يلا إيشان امشي. طيب يلا، إذا كنتوا كل هالقد مصرين معناها منروح. مو طبيعي، موبايل كنتنا بيضلوا بيرن. مولي، الرقم شكله غريب، يمكن تكون شي حالة طارئة، بلكي شي مريض حالته خطيرة، لهيك ردي. ألو؟ إيه أنا مولي، تفضل. كيف؟ شوفي مولي. خير؟ شوفي مولي. كونال، ألو، شو صاير؟ أكيد في سوء تفاهم، لأنه يا حضرة المحقق ابني راح يدور على بنته، وأنت عم تقول إنه في واحد متقوص؟ ما فهمت. مدام، اهدي شوي، هاي هي المعلومات اللي وصلت لعنا. خلص اهدي شوي، خليكي قوية، يمكن يلي تقوص يكون ابنك. هو تقوص هنيك وبعدين وقع بالوادي، لكن احنا عم نحاول انه نلاقيه، بس الوادي غميق وعم نحاول ننزل لتحت. بس لا تخافي، فريقنا راح يقدر يطالعه، واول ما نعرف شي راح نخبرك فورا. هذا وعد مدام. ليكي، اول ما نلاقي الجثة انا راح لا تقول عن ابني جثة، كونال ما رح يموت. اوعك تقول عنه جثة، كونال لساته عايش. وانت روح دور على ابني. اكيد مدام. كونال، ماما شو في؟ ماما مولي، كونال هاد الزلمي عم يقول انه كونال تقوص، والناس عم يقولوا